الجمعة، اليوم الأحد، اليوم السوق ديال عين الجمعة. هاد الطريق هادي في واحد المقطع عاد زناه دابا ناقص شوية، راه بداو تيعاودوه، غادي يعاودوه يعني بداو الأشغال فيه. الطريق الأخرى حتى لمكناس كلها مزيانة، لكن هاد الطريف قبل ما ندخلو دابا لهنا شوية ناقص، راه خدامي بداو تيعاودو. دابا داخلين لعين الجمعة، شوفوا السوق ديالها اليوم كي داير. ان شاء الله الا صورنا شي حاجه الفيديو غنحطوها مع السته، السته العشيه لكن الله. بوادر السوق، راه السوق تيبان عامر. كاين هنا شي معصرات ديال الزيتون، كاينين جوج معصرات، كاينه هادي وكاينه واحده اخرى هي حداها على اليمين. ها البومبه الاخرى هي هادي، عصره الزيتون العصريه. هذه عين الجمعة، شحال الناس اللي طلبوني عليها عين الجمعة. هذه ما عرفوش الجامعة وما عرفوش المهم بدا يبان داكشي مسدود. ما السوق هو هذا اللي قدامنا. القنارية، الناس غاديين بالقنارية، نتمنى الله يكون عامر، لحقاش بزاف بعض المرات تكون الشتا ما يعمرش السوق يعني كما ينبغي. هادي دخلاني ديال السوق من هنا، ندخلو من هنا ولا ندورو من هنا؟ شوفو مالين البيض فين تيكون هنايا. السلام عليكم، فين تيكونو مالين البيض البلدي والدجاج؟ اجي تعمير وطار مشاو صافي سالا ما بقى حتى واحد. شوف رجع القهوة ندبر عليك. الله يسهل عليك، اجي القهوة الحاج. اي بارك الله، باغي نصورهم انا. شكرا. اعطينا واه هاك واحد كتير دي. لا 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 والله شتي تدي، والله لا ديتو. لا انت مؤمن واه يحفظك الله يعطيك والله. لا هي هادي دخلت السوق، ولكن هنا كاين الزحام هنايا. سادة الطريق هنايا، جودة الطريق، ندورو ونرجعو الطوموبيل القدام.
ولكن فيها مرحبا بالزرع، مرحبا بالزرع. خلوها نخليوها في شي بلاصه هنايا. تحرك خلاص. هذه الرحبة ديال الزرع. شوفوا هذا هنا عنده شي بركة ديال الدجاج. ها هو بداو به نصوروه، سولوه. السلام عليكم. هذا السوق ديال عين الجمعة. وهذا السوق هو بقى السوق لتحت، مالي الخضرة، مالي السوق ما بيش يعني، ماشي كبير بزاف، ماشي صغير. المنطقة ديال قروان، قروان الشمالية. السوق ديال الدجاج سوق دغيا كي، هذا سوق صغير دغيا كيسالي، دغيا كيجمع، ما كيجيولوش دوك الاصناف اللي كنعرفو نتاع الدجاج الرومي، براهما والاسترالوب، داكشي دوك الانواع الجديده اللي عاد دخلات. نوقفو حدا المعصرات، معصرة ديال الزيتون، ونصوب. الطرف ديال الطريق اللي راه هما اللي كان ناقص، كان عيان، راه بداو كيصوبوا، تيصوبوا فيه. اذا هذه معصره ديال الزيتون، نصوب هذه.